السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكنتمنى كل شيء يكون مزيان. إخوان، هذا الموضوع الإخوان غادي يكون خطير شوية، لأنه فيه واحد القضية لقيتها مي جيت نشاركها مع جميع الإخوان، لأنه فيه التجسس الإخوان، تجسس على أي واحد الإخوان عن طريقة جوجل كروم. إخوان، كاين واحد الطريقة خطيرة في جوجل كروم، اي واحد يقدر يتجسس عليك، او اي منتدى دخلتي ليه، او اي سيت، او اي موقع دخلتي ليه، تقدر يفتحوا لك لاكام، يعرفوك في الوجه ديالك، او ياخذوا لك واحد الصوره بلا ما تحس نتايا. الطريقه الاخوان غادي نوريها لكم باش الكل الاخوان يستافد. اخوان، هذا هو جوجل كروم، غادي نفتحوه اللي كيف ما كنشوفوا. غادي نجيو الاخوان، نجيو لثلاثه نقاطات نفتحوهم، ونجيو البارامتر، وغادي نجيو الاخوان لهاد بارامتر دو سيت الاخوان التحتانيه، وغادي نشوفو هنايا كاع هادشي اللي ماكتيفي. مثلا ك البوزيسيون، الموقع ديالك هي اكتيف الاخوان، خصكم ديكوشيوها. نوليو نرجعو للكاميرا اللي هي هذه، اي سيت دخلتي له كتبغي دير فيه لانسكريبسيون او شي حاجه، كياخذ لك الصوره ديالك او فيديو. كاميرا عاوتاني خصكم ديروا ليها هكا، توليو ترجعوا بوزيسيون، ديروا ليها هكا بوزيسيون ديالكم، توقفوه. والميكروفون الاخوان، الميكروفون ضروري توقفوه، لان الصوت كيتسجل الاخوان. مهم الاخوان، هاد الطريقة اكتشفتها بأن فيها خطر كبير، أن الإنسان الإخوان يقدر يتجسس عليك أي موقع. المهم، دير هادشي اللي كنقول لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.